هي هذه. وكاين واحد الشيخ مريح في جماعته، ذاك الشيخ راك عارف، واحد الشارف خلاص قضى الديلي تاعو. كيف كون يحسب النهارات اللي لاباس عليه واللي يشفى لهم 98 وهو مريض وهو كذا وهو ما يشفاش وهو صغير وقدام صوالح وقاعدين في عمره 140 ذاك الشيخ. خلاص راني نقول لك داير دوموند الموت قاع عازرين ما جاش، خلاص قضى صوالحو كل واحد نهار مريح مع جماعه بداو يحكوا كذا صوقه ما صوقه، انا صوقت انت رحت انا جيت كذا منا. من بعد قالوا له الحاجه عاد كبر 100 ولا ما عادكش. رسول الله نسيتو قلتلو البرمي ذا واش اني ما تقوليش ما عندكش، قال له والله ما يسعى. قلتلو كيفاه رايح تموت بلا برمي تاع سير دير سطوب انت ولا كذا منا. وناضوا معاه قالوا له شوف رانا نشوفوا الكوتوكول معرفه يهنيك من برمي قصب، او يحكمك عازرين في قرنيه ضيقه تحشاتك. اي المهم لقى الدوسيه كذا تصاور، خرجوا له كحوله كاع مفيشر الكروباج قال الماء الدم كاع ما يسعاش كلش بوزيتيف، دير له قرعه عايده عاودي نور من جديد كاع رادياتور. المهم داروا له الكروباج، لقطوا له التعريف قالوا له يا ودي نحسبوا لقى 70 الاخرى كاع زياده بونيس. ما لقاوش كاع الكرني تاعو كاع ماركينو في الحيط الاول تاع البلديه وربع شهود تاع من 18 ذاك الوقت ما كانش. المهم حاضر للصحابه ذاك الشيء، خدنا له الدوسي كذا منا. دخلت على لوطيكول صباح قدام لي يروح يعقب عنده تعقابه صباح تاع الكوندويت، داروا بها اصحابه وقالوا له شوف الانجنيور راه يبدا يطلق عليك في عسله ويبدا يدير لك في القوالب يتلفها لك، لازمك تفوقلو. المهم الشيخ عنده صباح العيد صباح يلحق الشلام هذيك تاع القش، عاد الماحر ما داير فيها قشو، الحق جبد منها 12 نقمجه يلبسها كل 24 كور، راني نقول لك هابط هاك كومبيليزا تاع غريندايزر كيما هي فليكول، الابيض الاخضر الزنجاري الكذا القزاني الالوان كل، اخضر افريقي اخضر حشيشي ازرق سماوي ازرق بحري كذا الالوان كل. لبسها جاب القندوره تاع التايسور هذيك تاع الشاش الحفايه 12 ذراع، البرنوس الاصفر البرنوس الاشعل والصباط تاع العيد بندرو باللاك وفز السبع. لحق لوطيكول لحق دالتو طلع في الزيسطاف هذيك، الزيسطاف بها الضيق وهو لابس كابان تاع قش قام طرق وهاك القش. المهم قا طلع كذا منا نوضها السانتورة هاي ما فيهاش، لسه رايح يديمار يخزر كيما هاك ما لقاش. من بعد يخزر الانجنيير ده هات الفيتاس هات وباركيك من القوالب تاعو كاع يتير راني فايق لك. قالوا ولا حاجه رفد الردمان تاع القش هذه ومن بعد نهضر معاك. وقال يرفد لقى الفيتاس ابا، قال له انت ما تقلقش تا والله غامريكا. قال له ديجا نقول لك حاجه انت ما كان لا تصوب، انا وياك نقلبوها بلايك وريحك. قال له البلايك حاجتي بط على روحك. قال له شوف الحاجه تجي تمشي تلقى بلاكه حمراء مكتوب فيها سطوب وش دير؟ هذاك يقولوا له سطوب يا غافل، هذاك معناها تحبس وماذا بك ترقد الحاج دحمان مش قاسبو الرقد وعاود نوض حق دي مرور في يدك والقى عليه نوض، هذاك هو سطوب تحبس. طريب يا فوالا الحاج اكسيلون. قال له الحاج زيد تمشي تلقى بلاكه مكتوب فيها 60 وش معناها؟ قال له البلاكه هذيك معناها ترالانتي ومشي بالاقل الحديد شيطان وما تهمنش ذي فوالا الحاج. قال له الحاج تمشي تلقى بلاكه مرسوم فيها نعجه والله ايه كاينه ذيك البلاكه، هذيك معناها قلم الحاج البشير راه عاقبه الحمار تاع الراعي راه يسرح قا في القودرو، راه الحليب خرج يكحل من القودرو هذا خلاص راه ولاو الفرق شتاوعهم بريجيستو وما تامنوش هو يخرج لك في الطريق تقتل الحبوبات باصي فيها. طيب يا الحاج قال له الحاج تزيد تمشي تلقى خط كيما هاك وخط صغير فيه، قال له هذيك يقولوا لها براشمه ولازمك تحبس البهايم راه يجي في الكات سانكات لا 11 يجي خارج في كلف هوش راك تعقب له في حجره نقص واخزر هاك وشوف وراك وكمل. قال له الحاج ما تقلبش كاع ولا شنو؟ قال له ديجا نقول لك الحاجه ما تلقاش بلاكه تجي هابط ألف في كروستك والطريق راني نقول لك منا دير جهنم لتحت ومنا جبل حاط ما عندك وين تخرج وتجي هابط جو طالعين فيك زوج سميات، واحد فيه الزيت وواحد فيه الدقيق، واش دير؟ ندير المسمن ديك الساعة، ندير الفتاة، واش ندير؟ راه عازرين طالع في سيمي منهم، يا راجل ما نديش برميل، بطلت نموت هاك.